أقدمت جمعية نواصر عبد القادر على تكريم عمال النظافة بطريقة خاصة وفريدة من نوعها بالنيابة عنهم في أداء مهامهم، حيث تطوع منخرط الجمعية وكذا مواطنون من حي بوجمعة على مدار يومين لتنظيف وجمع القمامة من الأحياء ومنح عمال النظافة قسطا من الراحة. وتقديرا واعترافا لمجهودات عمال النظافة على البلدية، قررنا احنا كجمعيه اننا نديروا نهار او يومين عمل نيابه عن عمال النظافه. وهذه منفعه يعني الحي كاع الحي نتاعنا كاع، والله يبارك راهم قايمين بالواجب. نطلبوا كاع الحي بجمعه كل واحد ينظف قدام داره، وان شاء الله نتعاونوا كاع على نظافه الحي ان شاء الله. ونشكروا جمعيه نواصل الامير عبد القادر على هذه المبادره القيمه. رئيس حظيرة البلدية وبالنيابة عن عمال النظافة اعتبر هذا العمل فريد من نوعه ويزيد من إحساس الناس بما يقوم به عامل النظافة وإدراك دوره في المجتمع. المبادرة اللي قائمة بها جمعية نواصر الأمير عبد القادر نشكرهم على المبادرة راهم قائمين بها، ريحوا عمال النظافة باش يحسوا شراهم يخدموا. نشكروا رئيس البلدية راه وفر الماتيريال، الحمد لله المواطن بدا يحس العامل النظافة في البلدية. تكريم وإن غابت فيه الشهادات والرقص والغناء حضرت فيه القلوب بتقاسم مشاعر أصدق من كل العبارات، وبحضور الأطفال زادت الأجواء حماسة.